شهر العبادة رمضان خير الشهور. الإخوة الأعزاء الأخوات المحترمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامج ما حدث به النبي، وهذه وقفة جديدة وقطفة يانعة وشربة هانئة من معين النبوة وبستان الهداية. حديثنا لهذا اليوم بعنوان ذكر القرآن الكريم. قال الربيع بن حبيب: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا أولادكم القرآن، فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو. في هذا الحديث النبوي الشريف يوجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى تعليم أبنائهم القرآن الكريم. ليس ذلك فحسب، بل إنه يأمرهم أن يكون هذا التعليم أول ما يجب أن ينقلوه إليهم. وفي هذا دلالات كثيرة بالغة سنسردها كالتالي. الفائدة الأولى هي أن القرآن هو أول ما ينبغي تعلمه في حياة المرء. والفائدة الثانية هي أن القرآن يقوم عوجاج اللسان ويحفظ فصاحته. والفائدة الثالثة هي أن القرآن هو مفتاح العلوم وطريق النجاح في الدنيا والآخرة. الإخوة والأخوات، هذا هو الحديث الذي اخترناه لكم لهذا اليوم. نلتقيكم في الغد بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.